بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة فيها أسئلة خمسة لهذا المتن المبارك للأصول الثلاثة. Geçen sefer بسم الله الرحمن الرحيم geçen sefer mazanama 3 asıl diyen kitabımızın 5 tane meselesini öğrendik. Kavurda verilecek sorular var da şu kitabın öz içine alayan mazmun var da 5 tane meseleni öğrendik. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ Birincisi ne için biz tevhidi alım aliyat tevhid öğreniyoruz? لماذا ندرس هذا المتن؟ نعم için biz ağrı böyle saylap seçip şu kitabı öğreniyoruz. Üç asırlayan kitabı. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ قلنا أسئلة القبر. وüçüncüsü نعم ذات üç asırlayanın نعم ذاتten öğret deysek üç tane kavurda verilecek soru. ما الفائدة من الدراسة؟ قلنا الإجابة عن أسئلة القبر. Dördüncüsü نعم peydası var deysek biz kavurda şu soru şu verilecek sorulara cevap vermeye tayinleniyoruz. الخامس قلنا محتوى هذا المتن، قلنا المتن هذا يحتوي على أقسام خمسة. شو المتن نعم بس أنا بقول ما بقول نادي بعيد. المسائل الأربع. دور ثان مسألة. المسائل الثلاثة. إيش ثان قتل؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم شين بتوكي دورني. شرح الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة كتاب من أتق لمثي. الخاتم. وثان نيجي. نبدأ الآن بالقسم الأول المسائل الأربع. دور مسألاني بسلالين إن شاء الله. هذه المسائل الأربعة الدليل عليها سورة العصر. شل دورثان مسألة دليل يعني قهر كذمة بذنيرة دنيا في قرآننا قرآننا عصر ثلاثنا شل دورت مسألة واردة أقدر بقيتلي. نعم لو نسأل أي أحد سواء من المسلمين أو من الكافرين هل تريد الربح أو الخسارة يقول أريد الربح، الذي يريد الربح لابد أن يأتي بهذه المسائل الأربعة. نعم. آدمدن ثورة وثير مسلمان مرثن مسلمان بول مرثن ثين نعم نجات تبسم قليامي دي بثور الف وحكمان هو من نجات تبسم ملية دير أن نعمة ثن نجات تبسم الف حكماني ثور التوش دور ثانة ضادي بيرجاية ملي لابد أن نتعلم أولا برنجب لأن بنعمة أورن ملي ألمان ملي فإذا تعلمنا بعد هذا يكون العمل أورن مدن ثور نعمة دير أورن ضاد مذا عمل دير نعم لأن الذي يتعلم ولا يعمل فيه شبه باليهود نعمة علم علب وشو علن علمنا عمل etmeyen آدم ده نعم يهود لغة يبري لربر من ذات موار والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصارى وترثنا بر آدم إديا عمل يرنيتري يونو بلمثث بلو نعم بل آدم ده نائلك آدم من ذي خرستيان يعني آدم لرا من ذي إذا نتعلم أولا برنجبلين بالألم نالياس ثم نعمل ثم عمل يدياس على العلم ماذا؟ ثم ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. ثم رنام دعوت يدياس شاعرياس عندما نرى نأور يدياس شو الأورن وعمل يدن ذات لماذا؟ ونصبر لابد أولا نصبر على العلم. وحكماني ثورة تصبر يدياس علم علم المقلقة صبر يدياس. ثم نصبر على العمل. عملت مقلقة صبر يدياس دائما عمل الأول ملي. ثم نصبر على الدعوة. ثمرة نعمة عدم نرد دعوة تتمك إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر إذا ده بذ شو الدنيا ده أورن ثق وجواب برثق شو الثورة غلرة إن شاء الله الله تعالى إذن ولين بالقبر ده شو الثورة غلرة إيش ثانة قبر الجك ثورة غا جواب برث العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام الله تعالى رحمة السن بذن عالم لما نعمة دي دلر صبر إيش بولمة بولنيا إيش بولمة بولنيا الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى Birincisi Allah Teala ibadet etmeklikte sabretmek. İbadetleri bir cay etmeklikte sabretmeklik. Nasbir ala salat, siyam, hac. Nema namazımızı kimişe yerine yatırıp durmak için, Ramazan'ı ağız beklemek için, haçta haç mevzunu hac etmeklikleri nema biz sabretmeli. الثاني الصبر عن معصية الله ابتداء عاد عن المعاصي. Nema ikincisi Allah Teala haram eden zatlarına, günah işleri etmezliğe sabır etmeklik. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله العبد مرض أو فقر أو ابتلاء. Allah Teala نعم تقديرنا قدر قدر إدن ذاتنا سبر etmeklik. نعم ولسن كثير ولسن يا بول مثلا بلا بترلر آدم بس نجيل سر شغلات ترى نعم تملي سبر etmeli. نعم والله أعلم.